اللسان. الرؤية بالألف جمعها رؤى ما تراه في المنام، والرؤية بالمربوطة جمعها رؤى النطر بالعين أو بالقلب. خاطر عن الأم. أمي هي الطبيعة المزهرة، هي الشمس التي ترسل ضفائرها ودفئها، والقمر والنور الذي يشع منه، والأزهار وعطرها الجميل الذي يجذبنا إلى عالم الخيال، والنهر الذي يسقينا الحنان والعطاء. فإذا جمعنا كل هذه الأشياء لا نستطيع أن نقدر الأم على أفعالها، ويا ربي لا تقطع صوتها من البيت لأنني لا أستطيع العيش بدونها. وهذه التعبير الجميلة أهديها إلى أمي وإلى كل أم في العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي. كل عام وجميع النساء بكل خير. شرقت الشمس الضاء في الصباح، هذا يوم باكر، وعلى غير عادتها بعد أن نكحلت عيناها بخواطرنا وتعبيرنا، وجدت من حل كلامنا وشهد خواطرنا الضائفة الفرح، وأطلت لمشاركتنا حفل زفاف على ضادنا في يوم يحل تتويجنا بشهادة الفارس الضاف، وسنعلقها أوسم على صدورنا. فيكم في مكتبة بلدية شفامر العامة، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا في معلمي وصال، في مدرسة صالح سمور، في مديرها الأستاذ نازم نكد. نرحب فيكم الجميع، في الطلاب الأعزاء، ونرحب كمان ومنحيي الأستاذ محمد بداني اللي رافقنا في هاي الدورة اللي استمرت لمدة 4 أشهر. بنقول لكم ألف مبروك، مبروك في هاي المناسبة السعيدة، منحييكم، نتمنى لكم مستقبل زاهر على أجنحة القصة والقصيدة. أهلا وسهلا فيكم، ونتأمل إنه إحنا دائما نشوفكم في مكتبتنا العامري، بوجودكم أنتوا وأهليكم. المكتبة العامة مفتوحة كل أيام الأسبوع، نتأمل إنه أنتوا تستفيدوا من كنوزها اللي هي موجودة لخدمة أهالي شفا عمل. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نوزع الشهادات عليكم، وهي بنتيجة تعب اللي استمر عدة أشهر مع جهودكم. اليوم احنا منعدكم احنا كتاب صغار، الكتاب المبدعون، الكتاب اللي وصلوا لنتيجة مهمة جدا من ناحية إنجاز ثقافي، من ناحية كتابي. أنا وكبت خلال كل الأيام، يعني كل الأيام أنا كنت موجود وكنت أقعد معكم وأجلس معكم مع الأستاذ محمد، ونتحاور ونحكي ونتداول على إمكانية إن احنا نزيد في إبداعكم، نشوف شو وصلتوا، وين وصلتوا لإنجازات، وخاصة في البرنامج اللي احنا بدينا فيه اللي هو سميناه أجمل اللغات. أجمل اللغات هي مبنية من وحي قصة اللي أصدرتها سنة 2015 وفازت في مسيرة الكتاب في الجائزة الأولى. بتعرفوا انه القصة هاي قصة كانت مهمة جدا، وبنينا عليها التوجه تبعنا، بنينا عليها هاي الدورة اللي الهدف منها تعزيز أهمية اللغة العربية في حياتنا اليومية. اللغة العربية اللي هي بتكرس وهي هويتنا ووجودنا في هالبلاد، وبالإضافة إنه التشجيع على كتابة القصة والقصيدة والثقافة والقراءة. أهلا وسهلا فيك، وأنا كثير مبسوط إنه أنتم موجودين وحضوركم معبر، والكل موجود. أنا شايف إنه كل الطلاب شاركونا في هاي المناسبة. أبادنا، وفي طريقهم إلى مكان يقع غربي الشمس وشرقي القمر، هناك حيث ينجز ينسج المساجون حكاية حب مع الكلمة، وتصبح الأخيرة كحل عين الشمس ونورا لهالة القمر، وعقدا لكل عروس قد بلغت سن الحياة، ووساما يعلقه الفارس على صدره، وعلى الأرض السلام. ما أروعك يا سماء الضاوي، وأنت تمطرين النار بوابل من جمالك، وتلتقي مع قبلات شمس الضاضي على وجناتنا، فيحلو بعدها وقبلها ومعها الإبحار في محيط الضاضي. أشرقت شمس الضاضي في صباح هذا اليوم الباكر، وعلى غيرها وعلى غير عادتها، بعد أن كحلت عينيها بخواطرنا وتعبيرنا، وجدلت من حلو
كلامنا وسهد خواطرنا ضفائر الفرح وأطلت مشاركتنا حفل زفافنا على ضادنا. فاليوم يحل تتويجنا بشهادة أجمل اللغات وسنعلقها أوسمة على صدورنا. مشروع أجمل اللغات له عشاق وطلاب وحمام، وكل منهم في حديقة الإبداع عطر زهرة، في سماء الرياضة نور نجمة، في عالم الصحافة صدق كلمة، في دنيا الجمال لمسة دهجة، في أراجيح الأدب حياك حبكة، في حب الوطن شاحن قصيدة. فقد ركبنا قطار الأدب على سكة الإبداع بقيادة أديب الأطفال محمد بدارني ورفقة مدير المكتبة العامة الأستاذ سليم نفاع، ولا ننسى مدير مدرستنا الأستاذ رامي سرور من ساندنا من مراحل المشروع المختلفة وعلمنا معنى تعزيز مكانة اللغة العربية في حياتنا. طوبى لنا فرسان الضاد بهامة وقامة فرسانك يا مدرستي. يا شجرة الخواطر أخذنا منك العبرة وضاق شوقنا لنجلس تحت ظلك المليء بالأدب، وحين يداعبك النسيم الهواء تطلق الخواطر ومعنى لغة الأم التي نحميها بأدبنا الجميل. يا شمس أطلقت ضفائرها الدافئة والمليئة بالحنان، كم كان الربيع يطوق الحرارات المشعة بالنور لتفرح أزهارها التي تكبر تحت فيك. يا شمس الحب المليئة بالحياة الساطعة بالنور. أنا مؤنس وتلفظ آخر لمريم وماري. تحمل هذا الاسم الأندلسية ماريا بنت يعقوب أبي يعقوب الفيصلي وهي شاعرة. خاطرة كتبتها العاشر من شهر آذار عام 2005، ولدت لأكون من فرسان الضادي. منذ مولدي تغلغلت في عروقي عروس اللغات، ألحن أجمل المعاني أحيكها لتصبح قصيدة جميلة فأهديها لعشاق الضاد، ولهم أحيك وشاحن من الخواطر لا تفوح إلا بالعطر. ما أجمل فريق الكتاب، هو من يثيرني بالجمال وحلو الكلام، فتناول كل يوما كتابا لينتعش قلبكم فرحا. أنت وسط كل البهجة والسرور، لأجلك تعلمت الكتابة على السطور. أمي سامحيني لو كان هنالك أكثر من الحب لأهديته لك، لكن يكفيك فخرا أن الجنة تحت أقدام أمها. الحب والأدب، عندما تفتحت تلك الورود دعبتني بها رائحتها فأخذتني إلى غيمة حنان الأمهات، فعطفتني بالمشاعر والأحاساسية. سرحت في بحر من أمواج البهجة، شربت من مياه ينبوع الأدب، وعندها خطرت على بالي خواطر كثيرة، ثم بريت قلمي ولكنه لم يتوقف عن فيضان جسر الجمل والكلمات بالأدب، ولم يتوقف عقلي بالتفكير بأرجيح القصائد والشعر. فنظرت إلى كتاب المستلقى على رفوف مكتبتي، فعندما أمسكه تنفتح لي أبواب الأدب، وعندما أمرض يسعفني وأنا أحيك للغة الضاد فستانا من حرير الخواطر وخيوط الأدب، وعندما ترتديه تهب نسمة الحب بين الجميع، وخاصة فرسان الضاد الذين يمتصون أشعة الضاد من سماء الضاد وشمسها، وعندها تكحل عينيها بخواطرهم وتعابيرهم المجازية. وصدقني يا صديقي بأنه لا مثيل لأشعة ونابيع لغة الضاد، وأنا أحييكم وأشد على أياديكم بأن تتركوا عقلكم يذوب في الكأس الأدبي. إنما هاي حب الكتاب والمطالعة هي الرؤية وهي الفلسفة تبعت هاي المكتبة العامة. أنا بسبب هاي الرؤية أشكر الأستاذ سليم أديب الأطفال الذي جمعني بهذه الأحبة، الذي جمعني بهذه الوجوه التي تجيد الحياكة والتطريز. حقيقة إنه يعني من مرة لمرة من مد لمد كتاباتكو كانت تثلج صدري، كنت أصل إليكم أحيانا متعبا مرهقا من عناء اليوم، أعود إلى بيتي وأنا في نشاط من جديد. تسألني زوجتي ما بك؟ قلت لها عدت على التو في لقاء أجمل اللغات حول مائدة الأدب وعصفنا بالأفكار، والذهب والتبر والفضة واللؤلؤ هذا ما جمعته حين نطقت الكاتبة والأديبة الواعدة.
انتوا مش مستوعبين شو قيمة هذا الجمال في الكلام. سن الحياة ووساما يعلقه الفارس على صدره وعلى الأرض السلام. يسلم حامي. اسمي تالا جعفري. أشرقت شمس الضاد في صباح هذا اليوم باكرة وعلى غير عادتها، بعد أن كحلت عيناها بخواطرنا وتعابيرنا وجدلت من حلو كلامنا وشهد خواطرنا ضفائر الفرح وأطلت لمشاركتنا حفل زفافنا على الضاد. فاليوم يحل تتويجنا بشهادة أجمل اللغات وسنعلقها أوسمة على صدورنا. اسمي رشد ربيع. في كل لقاء كانت تهب عواصف من الأفكار الرائعة التي تنعش الخيال المبدع. في كل لقاء ازدادت معرفتنا واستنار فكرنا وصارت ثروتنا اللغوية ثرية. كان وسيبقى مشروع أجمل اللغات الضاد رحلة ممتعة، فقد ركبنا قطار الأدبي على سكة الإبداع بقيادة أديب الأطفال محمد بدارني ومدير المكتبة العامة الأستاذ سليم نفاع، ولا ننسى مدير مدرستنا الأستاذ ناظم نكد من ساندنا في مراحل المشروع المختلفة وعلمنا معنى تعزيز مكانة اللغة العربية في حياتنا. طوبى لنا بفرسان الضادي بهامتي وقامة فرسانك يا مدرسة. ما أروعك يا سماء الضاد وأنت تمطريننا بوابل من جمالك. ترتقي مع قبلات شمس الضاد على وجناتنا فيحلو بعدها وقبلها ومعها الإبحار في محيط الضاد.